هنا مقر الهدوء النفسي والسلام الداخلي. فعلا الواحد من تعب الحياة يحتاج انه يستجم، يحتاج انه يكافئ نفسه، انه يدلع نفسه. وين انا موجود؟ انا موجود في لاروكي سبا، مركز التدليك الصخري، اضافة جميلة في عالم المساج. من جد يا جماعة، انا دخلت محلات مساج كثير داخل المملكة وخارج المملكة، ممكن اقول لكم عندي هذا التوب. ناخذ جولة الان وشوفوا بعينكم. مرة عجبتني العبارة، انت هنا وصلت لحب ذاتك وتدليل حواسك. حرفيا يا جماعة شوفوا الفخامة. طبعا المكان عبارة عن دورين، غرف عادية موجودة بالدور الارضي وغرف في اي بي موجودة بالدور العلوي. عن اي فخامة تتحدث؟ ما شاء الله تبارك الله، شوف كيف الديكورات والموسيقى الهادية. وهذا اهم شيء بمحل المساج، لان انت مو جاي فقط تتمسج، جاي تروق، جاي تصنع جوك. والشاور داخل الغرفة. وهذه غرفة ثانية بالدور الارضي. شنو هالفخامة، شنو هالحركات. ونفس الشيء الشاور داخل الغرفة. الله والفخامة، يا سلام. هذه غرفة الدلع، الحمام المغربي. شغل الشاور طبعا بعد ما تخلص مساج، تعالي حبيبي وخذ احلى حمام مغربي. شوفوا كيف، شنو هالديكورات، شنو هالرواق. من جد يا جماعة تعال اصنع جوك. الله، هذه غرفة البادي كير، مساحتك المثالية للعناية الشخصية والاستجمام، مساج الأقدام والحركات. شنو هالرواق، يعني هذا المكان ترجع عريس. طبعا في فكرة جميلة، بإمكانك تفاجئ زوجك، خطيبك، بإهداء تعال هنا وروق، وتعال وكشخ، وتعال يرجع لك جديد. ونطلع الدور العلوي. عن أي فخامة تتحدث؟ من جد يا جماعة، يا سلام. وهذه غرفة الـ VIP، شو رأيكم في الفخامة؟ من جد فخامة. طبعاً تخلص مساج بعدها تاخذ هنا أحلى حمام مغربي. شايفين كيف شكل الشاور وشكل الحركات، ديكورات المكان، تصنع جوك. وبعدها تختمها بأحلى جلسة بالجاكوزي، روعة. ايضا هذه الغرفة بالدور العلوي. هنا المساج وهنا الجاكوزي. هذه احلى تغطية اسويها. خلص الان من التغطية وناخذ الينا احلى مساج واحلى حمام مغربي. ما بتجيب لنا عرض؟ اكيد راح يجيب لكم عرض، وعرض قوي، متعودين. طبعا المكان لسه ما افتتح، الافتتاح راح يكون يوم الخميس بعد يومين. يعني كل هالفخامة والحركات، بكم تتوقعوا قيمة جلسة المساج؟ على فكرة طبعا حقين المساج فلبينيين، وما شاء الله تبارك الله كلهم عندهم خبرة. بكم تتوقعوا الجلسة؟ فقط ب 175 ريال ساعة كاملة. وبمناسبة الافتتاح، اللي راح يحضر الافتتاح يوم الخميس 16 أغسطس الساعة 8:30. 17 أغسطس، طيب ما في مشكلة، فضحتنا. 17 أغسطس يوم الخميس الساعة 8:30 راح ياخذ 50% على أي خدمة من الخدمات. يعني المساج ب 175 راح يكون بكم؟ 87 ريال ونص. تعال واصنع جوك، خذ الكوبون وأي وقت تعال استخدمه. عليك بالف عافية، عال ادعي لي. وهذا موقع لاروكي سبا، موجود بسيهات، يعني قريب لأهل سيهات، قريب لأهل الدمام، قريب لأهل القطيف. موقع سيهات هناك يصير منتزه سيهات كذا، وانتو جايين من الدمام باتجاه سيهات، وكذا باتجاه مستشفى الصادق. وهذه العمارة حقت جمعية، المبنى حق جمعية سيهات. والرقم موجود عندكم على الشاشة، لو ضيعتون تواصلون معاهم يدلوكم بالموقع.